نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله، وذلك من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الحالي 2022-2023. شدد المركز الإعلامي على أن مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول كما هي دون إحداث أي تغييرات عليها، وفقا للخريطة الزمنية المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي الحالي 2022-2023. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي زيارات ميدانية إلى الأقصر للوقوف على آخر المستجدات التنموية بالمحافظة. وزار أعضاء التحالف التنموي مستشفى شفا الأرمان بالأقصر، حيث يعتبر أكبر صرح طبي في صعيد مصر على مساحة 57 ألف متر مربع.